للحديث عن إمكانية نجاح طهران بإعادة علاقتها مع دول جوارها في ظل تورطها المباشر في زعزعة استقرار المنطقة، معنا من ستوكهولم الصحفي والكاتب السياسي الأستاذ طاهر الأحوازي. أستاذ طاهر، بداية مرحبا بك. مجلة فورين بوليسي الأمريكية تصف محاولة إيران إعادة علاقتها مع الدول المجاورة أنها ضرب من الخيال، ما الذي يمنع ذلك من وجهة نظرك؟ بعد السلام لكم ولكل مشاهديكم الكرام. بالنسبة لما تمر به إيران والمفاوضات والظروف التي خلقها النظام الإيراني في الوطن العربي بالذات واحتلالها لعدة عواصم ابتداء من الأحواز العربية وصولا إلى بغداد ودمشق وبيروت وصنعاء وغيرها، أنا أتصور إيران وعلى فترة حكم هذا النظام عرفت بدولة المارقة، وهذا تعريف عرفت في إيران منذ أكثر من 3 عقود. على هذا إيران لحد الآن لم تراوي أو لم تتقدم بحسن الجوار لعلاقاتها مع جيرانها وخاصة الدول العربية، خاصة أنها يوميا تهدد باقي الأقطار العربية وخاصة في الخليج العربي. بالنسبة للحكومة الحالية الذي يقودها رئيسي المعروف بدمويته اتجاه الأقطار العربية المحتلة والشعوب داخل جغرافية ما تسمى إيران، أتصور الحديث عن ما تقوله إيران بعيد عن الواقع، وتمسكها بقضية المفاوضات الجارية ما هي إلا أعطاء فرصة أكثر لقادتها العسكريين وخاصة في قضية مشروعها النووي الذي اقترب أكثر من عقد من الزمان. تتفاوض العالم كله مع إيران من أجل إخضاعها للقانون الدولي أو حتى القضايا التي تدعي إيران أن مشروعها مشروع إنساني أو مشروع لقضايا علمية أو صناعية. النظام الإيراني لا أتصور يوما من الأيام يخلص نفسه من المشروع الذي بدأ به. ماذا عن مفاوضات فيينا التي تعتبرها إدارة بايدن حاليا نافذة لاستقرار المنطقة؟ لا أتصور ذلك. النظام الإيراني العالم جربه، مفاوضات 2015 والذي وقعت بين الغرب وإيران أحسن دليل، عندما طالب العالم إيران تتوقف عن مشروعها وأن تدخل بمفاوضات صادقة، رأينا كيف إيران تقدمت بمشروعها النووي أكثر من 20% وتقدمت 90%. يعني الإدارة الأمريكية الحالية مع الأسف مثلها مثل إدارة الرئيس الديمقراطي السابق أوباما، هو يمدد أو يمد عمر هذا النظام الذي أصبح مرفوضا عالميا. حتى الأوروبيين الذي كانوا من فترة من الزمان هم حلفاء أو مقربين للنظام الإيراني اليوم أصبحوا يعني باستياء من تعامل إيران ودخوله بشروط مهيمنة على المفاوضات، وهذا ما سمعناه من كثير من التصريحات من دول أوروبية خاصة الدول التي مشاركة بفيينا. فأتصور الإدارة الأمريكية الحالية، وهذا نقوله كلنا يعني كعرب وكمتابعين ومحللين سياسيين، أنه من أجل إرضاء الدولة الإيرانية اللي أكثر حقيقة تدميرا للمنطقة. في هذا الإطار دكتور أستاذ طاهر، في هذا الإطار يعني كيف تقرأ اتجاهات إيران نحو الصين وآسيا وأفريقيا؟ هذه الخطوة هل يمكن أن تمررها واشنطن بكل بساطة؟ لا أتصور، خاصة أن هناك يعني صراع أصلا بين الصين والولايات المتحدة ودول أخرى على المصالح في المنطقة. يعني كيف تريد الإدارة الأمريكية وهناك خلاف شاسع بالكونغرس الأمريكي بين الجمهوريين والديمقراطيين حول سياسة المهادنة الذي تقوم ب
فيها إدارة بايدن حول علاقتها مع إيران. أنا لا أتصور هناك الجهة المخالفة لسياسة بايدن في الكونغرس ومنهم الجمهوريين الذي أكثر من 20 مندوب للجمهوريين يخالفون أصلا التنازل أمام سياسة إيران. وهناك حلفاء في المنطقة لا ننسى إن كان إسرائيل أو حتى دولنا العربية لتوجهات الإدارة الأمريكية الجديدة الذي يقودها بايدن اتجاه طيب. التنازلات لإيران. أستاذ طاهر، كما هو معلوم إيران لديها أذرع في المنطقة وهي الميليشيات التابعة لها، ماذا عن هذه الميليشيات؟ طبعا الميليشيات موجودة في العراق وموجودة في سوريا وفي اليمن ولبنان أيضا، كيف يمكن القبول بفكرة وجود مساعي إيرانية لتهدئة أوضاع المنطقة بدون معالجة قضية هذه الميليشيات؟ هذه النقطة المهمة، هذه النقطة المهمة الذي يعني قلناها سابقا، أنها هؤلاء الميليشيات هم كل واحد من عندهم حقيقة قنبلة موقوتة والسلاح أكلف وأهم من قضية مشروع إيران النووي. إذا كانت إيران تريد أن تتعامل بحسن الجوار وعلاقات طيبة مع العالم وخاصة مع عالمنا العربي، عليها بإخراج أضرحها الإرهابية ابتداء من الحوثيين وصولا إلى حزب الله اللبناني وأيضا الميليشيات العراقية التي تقتل بالشعب العراقي منذ دخول إيران ودخول هذا وتأسيس هذه المؤسسة الميليشيات على أرض العراق. فأتصور ليس هناك أي حسن نية إذا لم تكن إيران تبتدي من اليوم بإخراج ميليشياتها، وما تدعي أنهم خبراء عسكريين بل جيوشها حقيقة، وأعلنتها بشكل رسمي أنها لديها 6 جيوش بالدول العربية وهي أصبحت اليوم يعني وهذا طبعا لابد أن أنا شخصيا أحتذر أن كل حقيقة يعني الدول هذه هي محتلة مباشرة عسكريا من قبل إيران، يعني لا قرار سياسي في العراق ولا قرار سياسي في لبنان ولا في سوريا وحتى لبنان واليمن. يعني نرى أن السلطة الإيرانية تسلم السفارة الرسمية اليمنية إلى الإرهابيين الحوثيين وبالعكس. فأنا أتصور إيران إذا كانت جادة عليها أولا انسحاب الميليشيات من الدول والعواصم العربية المحتلة. من ستوكهولم الصحفي والكاتب السياسي الأستاذ طاهر الأحوازي، شكرا جزيلا لك.